أنا ما أسأت للنظام. تفضل أخ علي. أولا أنا ما أسأت للنظام السوري، أنا بقول النظام السوري هذا أكل حقوقنا، حاول يغتال الملك حسين، قتل هزاع المجالي، قتل رفيق الحريري، هذا مجرم. يا أخ علي خليك. أنا ما أسأت له، هذا وقائع موجودة. تشطب من هذا من المحضر. قتل رياض الصلح. لا يا أخي. رئيس وزراء الأردن ضيف على الأردن. يا بتحكي. يا بتحكي في النص يا لا تحكي. أنا القرار التفسيري هذا في النظام الداخلي اللي صوتوا عليه زملائي. يشطب بالمحضر أي شيء إساءة للدولة السورية يشطب. تفضل أخ علي. مش للدولة، للنظام أنا بحكي. للجمهورية العربية السورية. تفضل يا أخ علي. أنا بحكي عن النظام. أنا نائب انتخبني الشعب ومن حقي أن أعرف عن الاتفاقيات والالتزام النظام السوري بالاتفاقيات المياه، سيما أن الإجابة جاءت أن النظام السوري لا يلتزم مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في ما يخصنا بحقوق المياه، ولقد أنشأ 23 سد إضافي على نهر اليرموك، علما أنه هذا السد مشترك وتم بناؤه على كلفة المملكة الأردنية الهاشمية تخطيطا وبناء وتنفيذا. هذا النظام اللي أنا بتمنى إن شاء الله أنه يروح اليوم قبل بكرة، هذا أهساء للأردن بكثير تصرفات كثيرة، قبلها تهريب المخدرات وتصدير المخدرات والإرهاب وغيره والإساءات اللي منذ نشأة هذا الوطن. أنا سعادة الرئيس أقول أن هناك تقصيرا من مجلس الوزراء، هذا النظام يجب أن يطالب ويجب أن يفضح عالميا وعربيا أنه عم ينتهك حقوقنا في المياه، ما سمي دولة الصمود والتصدي، فلازم حقوقنا تثار على مستوى وزارة الخارجية، على مستوى علاقاتنا الدولية. أنشأ 23 سد، 2 يستنزف الحوض المائي، الحوض المائي الواقع على الحدود ويحفر مئات الآبار أمتار بعيدة كما يقال وكما سمعت من الحدود بين الأردن وسوريا. أدعو الله عز وجل أن يزيل هذا النظام عن الجاثم على صدور أبنائنا في سوريا. شكراً.